حسين الغازي، رئيس الجمعية الصيف السابقي انتقل لنا وعادتنا. اليوم فيك في المهرجان سوق طلبة قصر كبير الموسم الخامس. كل موسم كنديروا هذا السباق الصالوقي، كنتمنوا نطوروا هذا السباق ولي كسباق دولي. ويعني اليوم كاين عدد كبير من كلاب الصالوقي اقليم ديالنا العرائش، كعدد المشاركين 40 مشارك. ويعني كاين الجمهور كثير عجبهم هذا السباق هذا، وبغينا من كنطالبوا هذا السلوقي، كبغينا الترخيص ليه، حيت السلوقي بغى وقف على الانقراض، بغى ينقرض هنا في عندنا في بلادنا في المغرب، بغينا الترخيص ديالنا. حنا نصيدوا كنديروا محميات بحال عندنا اصحاب عبد الله حمام، حسن بغينا الياس حراره، بغينا خالد الكريسي، علي الكريسي، حنا بغينا نعدلوا الترخيص ديالنا السلوقي. يعني هذا كل شيء في الجمعيه، هذاك السلوقي بالاطباء ديالو، بالفاكسان ديالو، بالفاكسان ديالو، بالادويه ديالو كامله، وبالماكله ديالو. يعني السلوقي واحد التربيه مزيانه كنربيوه، بس السلوقي بقى في الصحه ديالو، بقى السلوقي مزيان. علي الكريسي وخالد الكريسي، ماشي كمجموعه الكلاب، كنعتنيو بتربيه السلوقي، وكنتمناو تزيد تطور هذا، خالد الكريسي وخالد الكريسي.